السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم مجددا من خلال هذا البث المباشر مباشرة من مدينة سطات، من أكبر واد بالمدينة اللي هو واد أكبر واد بالمدينة، يعني من بعد التساقطات المطرية الأخيرة اللي شهدتها المدينة ديال سطات. شوفوا الحالة ديال هاد الواد كيف دايرة، أكبر واد بالمدينة واللي هو واد بن موسى، واللي كيشهد التاريخ بأن هاد الواد كانت أكبر حملة اللي حمل على الساكنة ديال مدينة سطات وشكل واحد العديد من الفيضانات بالمدينة. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هاد البث المباشر، اللي كنتواجدوا الآن بواد بن موسى أكبر واد بالمدينة، اللي كيف ما كتشوفوا يعني الحالة ديالو الوضعية ديالو بعد التساقطات المطرية الأخيرة. واللي كيعرف هاد الواد ديال واد بن موسى أنه هادي شي 6 سنوات تقريبا كان حمل على المدينة، يعني كان هاج الواد على المدينة ديال سطات وشكل واحد الفيضانات كثيرة، شكل واحد الفيضانات كبيرة وتثبت في واحد الضرر بالنسبة للساكنة ديال المدينة، وتكبدات المدينة يعني واحد الخسائر مادية كثيرة. احنا كنتواجدوا الآن بهاد الواد ديال بن موسى كما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هاد البث المباشر. هذه هي الوضعية ديال واد بن موسى أكبر واد بالمدينة ديال سطات، اللي يعني كيربط هاد المدينة ديال سطات، يعني كيف ما كتشوفوا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، يعني الوضعية ديال الواد كيف دايرة، يعني الوضعية ديال الواد كيف دايرة. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هاد البث المباشر، اللي كنقلوا لكم الحالة ديال هاد الواد، يعني الحالة ديال هاد الواد ديال بن موسى، يعني واد بن موسى هاد الحالة اللي بعد التساقطات المطرية الأخيرة، اللي كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء هذه هي الحالة، هذه هي الوضعية ديال هاد الواد أكبر واد بالمدينة ديال سطات، واللي هذه رسالة يعني للمسؤولين عن الشأن المحلي بالمدينة ديال سطات، المسؤولين عن الشأن المحلي يعني انهم التفاتا لهذا الواد اكبر واد بالمدينه ديال سطات اللي هو واد بن موسى، اللي يعني في حاله يعني ما دارتش هذه الامور ديال هذا الواد راه غادي يشكل واحد الفيضانات يعني كثيره، وغادي يشكل واحد الضرر كبير. موهوب اخويا بالعكس، حي موهوب بالعكس، حنا كنشيروا النقط يعني النقط اللي ممكن انه يتشار لها، وهذا موضوع يعني جد هام بالنسبه للساكنه ديال المدينه ديال سطات، اللي كيف كتشوفوا هذه الوضعيه يعني الكارثيه ديال هذا الواد بن موسى. هذا هو الواد بن موسى اكبر واد بالمدينه ديال سطات، اللي كيف ما كتشوفوا الحاله ديالو، كيف ما كتشوفوا الوضعية الكارثية اللي فيها هاد الواد يعني بعد هاد التساقطات المطرية الأخيرة. هذه رسالة متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هاد البث المباشر، يعني المسؤولين عن الشأن المحلي، المسؤولين للمدينة ديال سطات، على أساس أنه تكون يعني تكون الإحاطة ديال هاد الواد، لأنه لا قدر الله ليلة أمس يعني كانت واحد الفيضانات كثيرة، كانت واحد الأمطار مياه يعني أمطار الخير كثيرة، ولكن يعني الحمد لله. بالنسبة في حالة أنه متابعينا مشاهدينا الأوفياء يعني ما تمش الإحاطة بهذا الواد اللي هو أكبر واد يعني بالمدينة ديال سطات، هذا هو واد بن موسى، يعني إلا ما تمش الإحاطة ديالو إلا ما تمش يعني راه غادي توقع كارثة كما وقعت هذه 10 سنين. واد بن موسى من اللي حمل على سطات كاملة وكل شيء تضرر، وقعت خسائر مادية
وخسائر بشريه. حنا جينا للاحاطه متابعينا مشاهدينا الاوفياء لا غير، يعني الاحاطه على هذا الواد ديال بن موسى اللي هو اكبر واد يعني بالمدينه ديال سطات، اكبر واد. هاد التساقطات المطريه الاخيره اللي عرفتها يعني اللي عرفتها المدينه ديال سطات، كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هاد البث المباشر من قلب مدينه سطات. هذه هي الوضعيه الكارثيه ديال هاد الواد، يعني واد بن موسى اكبر واد بالمدينه ديال سطات. متابعينا مشاهدينا الاوفياء جينا للوقوف عند هذا الواد، لان هذا الواد في 10 سنوات الاخيره 10 سنوات يعني كانت واحد الكارثه وقعت. هذا الواد حمل، هذا الواد فاض على الساكنه ديال المدينه ديال سطات. لازلنا كنذكروا انذاك كان السيد عبد الفتاح مجاهد عامل اقليم سطات انذاك على المدينه ديال سطات، وكانت هذه الفيضانات يعني فيضانات كثيره، وهذا الواد حمل حمل على الساكنه. ومن بعد يعني تم ترميم هذا الواد، ولكن احنا جينا نوقفوا للتذكير فقط وللتوضيح مباشره، يعني من اكبر واد بن موسى اللي حمل على المدينه ديال سطات. مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في كنحييكم من خلال التواصل ديالكم، من خلال التفاعل ديالكم، كيف كتشوفوا الوضعيه الكارثيه ديال هاد الواد. واش هاد الواد ما محسوبش على هاد الشركه ديال النظافه الموكول لها امر تدبير نظافه هاد المدينه؟ على الاقل انهم ينتبهوا لها، على الاقل انهم ينتبهوا. كنشكركم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر، وكنقول لكم مجددا صباحكم مبروك. ونأسف على هذا الصباح اللي حاولنا اننا ننقل لكم فيه تحية، للأسف الشديد يعني رغم ذلك نقول لكم صباحكم مبروك، بداية يوم موفق. كانت هذه متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، يعني حاولنا نكون مباشرة مع أكبر وادي بالمدينة ديال سطات واللي كان حمل المدينة ديال سطات. كيف كتشوفوا هذه هي الوضعية الكارثية ديالو. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.